السلام الله عليكم كل متتبعي قناة الحميدي، أتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة. فقط للتذكير، إن الغاية من هذه الفقرة هو أن يستفيد بعضكم من بعض من خلال الأجوبة التي تقدمونها في التعليق، وأيضا أن تعرفوا مدى فهمكم لتحاليل النصوص سواء كانت نظرية أو تطبيقية. و الآن إن شاء الله نمر إلى السؤال المبرمج في هذه الحلقة، وهو السؤال الثامن. إذن فالسؤال الثامن يقول: رصد الأساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة. رصد الأساليب، أي ما هي الأساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة؟ ما هي أهم الأساليب؟ طبعا تذكرون لي في التعليق ما هي أهم هذه الأساليب. إذن فالسؤال يأتي على الشكل التالي: إذن بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص. هذا السؤال قد أجبنا عنه خلال الحلقة الماضية، واليوم مع هذا السؤال وتحديد الأساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحها. إذن إخوان، فإلى التعليق والجواب الصحيح راني كنتبتو في التعليق باش يستفد منه الجميع، وبغيتكم تعطوني الأساليب كلها، الأساليب كلها اللي كتعرفوا ذكروها ليا لتحت في التعليق، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن قبل ذلك فراني بديت كنزل الفصول ديال ظاهرة الشعر الحديث.